آخر إشي شفته هو السجان يربط في رجلي وديت على سرير المستشفى. جرعة الدواء بحجة إنه بيفحصوا فيها. عشان أول ما انسجنت رنت علي أمي قالت لي الدكتور اللي بتابعك قال رايح يفوت في غيبوبة إذا ما عطوش الدواء ورايح يصير له إشي. بس كحدد لها إنه نظر كإشي في جسمي لا. وأنا راجع حتى شربة المي اللي لا تذكر. فقت من الغيبوبة فقت النظر. قلت لأمي شو؟ قالت لي والله ما انت فقت النظر. قلت لها قدر الله. كنت مربط على السرير، كنت بدي على الحمام، الجندي ما رضيش، جاب لي بريك كرتون، قلت له بدي مي، كان يعطيني هو يشربني بس مش الكمية اللي بدي اياها، وكان الدكتور مش مانع. الحياة أثرت علي إني هلكيت، تعطلت دراستي وتعطلت مشاغل الحياة، ولأن أرى أهلي وصحابي بوصل رسالة للعالم إنهم يدعوا لي بالشفاء العاجل، وإن شاء الله إنه يرجع لي نظري. بسأل الله إنه يرجع لي نظري.